روح انت يا فتحي، روح انت يا عمي. يلا بقى، احنا كل يوم بنتعزم. ايه ده؟ انت عامله في نفسك دايني فيه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ عنيني وسلبي، مش بيفكر غير في نفسه، خايف قوي من الفضيحه. حرام عليك يا نفين، شريف بيحبك. بيحبني؟ بيحبني ومش عايز يخلف مني. بصراحه عنده حق. انت كمان بتقولي كده يا مولي؟ اي حد عاقل هيقول نفس الكلام. ده الراجل كان هيتجنن ان هو بيكلمني في التليفون، ليه حق يهك؟ وبعدين انت اتجننتي نفين، ازاي عايزاه يوافق انك تخلفه من غير جواز؟ هو كمان مش عايز يتجوزني. لا بقى، تبقي الظالمه يا نفين. الراجل ما اعترضش غير لما حطيتيه قدام الامر الواقع بموضوع الخلقه ده. وبعدين انت ما فكرتيش حتى تاخدي رايه. وبعدين ده كله كلام خناقات، هي دي اول مره تتخانقوا؟ لا يا مولي، ده مش كلام خناقات ولا حاجه. واضح ان هي دي الحقيقه اللي انا مش عايزه اشوفها. شريف عمره ما حبني. شريف كان بيحب معايا الحياه السهله والعيشه المريحه اللي ما فيهاش اي مسؤوليات. لكن لو كان حبني بجد كان هيعوز يخلف مني. الو، عايزه ايه يا ناس؟ لا ما انتحرتش، عايزه ايه؟ بقى زمان الماتش ابتدى خلاص. لا يا شيخ. طب خلاص خلاص خلاص، دايس دايس دايس، جاي جاي. قوم قوم، حد يعرف حد ماله؟ ايوه جيت استاذ في برد اسمه منسين. فين؟ برد اسمه. يلا يا جماعه دي مستشفى فرع. ايوه عارف، مستشفى هنا. مستشفى هنا، في اليمين. في اليمين، يلا 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 بسرعه. راح 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 على مهلك. على فين المستشفى؟ فين المستشفى؟ على اليمين هنا، قدام على اليمين. فين الشارع ده؟ قدام هنا في الشارع على اليمين كده. على مهلك، حاسب ايدك حاسب ايدك حاسب ايدك. قدام هنا على اليمين كده. طب اوعى اوعى اوعى. شايف المكنه اللي هناك دي؟ انا اللهم صل على النبي. حلوه بس لو مكنه داخليه احلى، على الاقل مستورد. داخليه انت وخارجيه ايه؟ يا بقول لك بص على المكنه الفجوه اللي واقفه هناك دي. اه يعني مش عارف، مش شكلها شجط؟ شجط يا غشيم، الشقط مش هنا في المنسيين، هنا بمواعيد. يا ما فيهوش يا عربيات يا حبيب. طب ما هي واقفه اهي، لو طلعت شقة ولا ركبت عربية يبقى حبيبة، تلاقيها مستنية الواد بتاعها. وده مين الواد اللي لا مؤاخذة مش واد اللي يسيب مكنة فجورة زي دي واقفة لوحدها؟ لازم عايز يخلص منها. اه تلاقيه نسي وهو بيتفرج على الماتش. صحيح، مين ده اللي هيسيب الماتش ويجي يشوف نفسه دلوقتي؟ ولا تأخرنا ولا حاجة، كام كام؟ صفر صفر لسه، إن شاء الله الواحد جاي، كلها دقايق والجون يجي. يا رب، تعالوا تعالوا رح نجيب لكم المكارين دول. يضرب مرة أخرى تانية ركسان بالصوم. اقعدوا اقعدوا يا فتحي. ازيك يا عدول؟
بدون تسلل. ايه ماله ده؟ ابدا اصل الخاني مع مجروح النهارده. يا عم بارك خليكوا تفضوا بقى للمحل بتاعكم ده. الواد ده مشطب على فلوسي انا وكل اخواته بسبب المحل ده، بس على الله اشوف منه حاجه بقى. تمام اتنين بيرة هنا ومزاكا، ها؟ الطلبات دي على حسابي، عيشوا بقى مع نفسكم، ها؟ علشان انا عندي شغل كتير النهارده. شكرين يا ابو الواجب. ونعم الاخ والله. يا ابني فكها بقى، الخناقه تفوت ولا حد يموت. ايه المفاجأة اللي كنت بتقول عليها؟ أمك اللي مش عاجباك دي كلمتني وقالت لي إن لو فلوسك مش كاملة هتسد إيه؟ أقسم بالله، والله العظيم. يعدي كويس احمد حسن، احمد حسن لاعب نادي اندرلخت البلجيكي حكم اللقاء على طول. انت واقفه مستنيه حاجه؟ انا اي ليه في حاجه؟ لا ابدا، اصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد، يعني زي ما انت شايفه الشارع فاضي والدنيا ليل، خطر يعني واحنا في خدمه الشعب. طب خلاص يا عم انا ماشي. لا 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 ولا اقول لك كده عشان تفشك ولا ايه؟ انا قصدي يعني لو تحبي تيجي تستنيه معانا في العربيه اهو امن وادفى. نعم يا اخويا. تعالي تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في الاتاري. اتاري دي كمان عربيه النجده. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله انت عصبيه كده ليه؟ اخدمي انا اخدمك. في ايه يا عم؟ ما تبعد عني على فكره، لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا جديده خوفتيني ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه سندوتشات انت ماشي ولا ايه؟ ايوه اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي.